ويعني هو انت ازاي شايف حالة الجدل على السوشيال ميديا، على اللي بيتردد انه اخطاء زي ما اتكلمنا دلوقتي؟ حكاية الأخطاء هيدا دليل نقص في التقنيين المضبوطين عنا، يعني على طول عم يتكرر في أخطاء. أول خطأ اليوم أنا لاحظته، ما بعرف إذا أنا اللي غلط، بمسلسل أولاد بديعة بأول حلقة، المفروض إنه بالخمسينات الولد ولد وأهله عم بيوزعوا حلويات مهلبية وهيك، فبعتقد بهذيك الأيام ما كان في كاسة البلاستيك والمعلقة البلاستيك، فما فيش حد بالخمسينات كان يوزع الحلويات دي المهلبية في في البلاستيك. البلاستيك. فهذه من ضمن الأخطاء البسيطة اللي ممكن تصير، يعني نحن بنلاحظ والناس يمكن أحيانا بيلاحظوا. وعلى فكرة الجمهور صار عنده ثقافة درامية كافية إنه ينتقد مثل النقاد، ويمكن شوي أكثر. في بعض الناس بينتقدوا بطريقة بتحس النقاد محترفين قد ما بيكونوا هواة مركزين في دراما، التفاصيل. ولكن بيستمعوا بإصرار. فهذه الأخطاء اللي بتصير هيدي دايما المسؤولية، أنا برأيي، على الأول الأولى والأخيرة على المخرج اللي بيختار حواليه ناس ملاحظة سيناريو، مساعد مخرج، مدير مسرح، كل هدول الناس اختياراته. عشان هيك بتلاقي كل مخرج بياخد مجموعته تشتغل معه، وأي خطأ بيكون هو متحمل مسؤوليته. وهذه الأخطاء عم بتصير، على فكرة كانت تصير بالسينما العالمية كمان، يعني مش أول مرة، إنما هي بسيطة، لكن هذا الشيء بيخلي مستوى النظرة إلى العمل الدرامي تنزل درجة أو حبتين.